عايزين تسوقوا مصر في ظل الارهاب وفي ظل الظروف الصعبه، كان لازم تعمل حاجه كويسه جدا، لازم تعمل علامات تجاريه، تأثيمات علامات على تجاريه المدن. مختلفه، تسوق الديستنيشنز باي سيتي، ما تسوقهاش باي ريجن، لانك لو سوقتها باي سيتي، انا سوقت الاقصر لوحدها، اسوان لوحدها، شرم الشيخ، الغردقه لوحدها، انت النهارده لو حصل حاجه في اي ديستنيشن تاني انت مش هتبقى فارقة الاماكن معاك، الاخرى لا مش تتاثر، هتأثر عليا. لانك انت مسوقهم ككل واحد براند على حته. وده اللي انتبهت ليه بعض الدول فتره طويله، ان هي ابتدت تقسم المنتجعات السياحيه او المناطق السياحيه شديد الاهميه عندها الى مناطق، أجزاء كويس. كل منطقه ليها البادجت التسويقيه بتاعتها. لو احنا سوقناها باكج واحدة كباكج كده واحده، مع بعض. ايه اللي هيحصل؟ ان لو حصل حاجه جوه الباكج دي بتضر الجميع. بالظبط، وده هيأذينا بشكل كبير. ده نتمنى ان طبعا احنا الكلام ده كان قبل كوفيد 19، كمان النهارده بعد كوفيد 19 كل الحاجات دي بقت لازم، ضرورة، طبعا ما بقى ضروره، لازم بس كل الحاجات دي ومصلحتنا يعني. لازم يعاد التفكير فيها بشكل جذري. لازم ندرك شيء مهم جدا استاذ ريم، ان الوسيله للخروج من هذه الازمه ثلاث حاجات. لازم اول حاجه نساعد قطاع السياحه بتاعنا، لازم نساعد شركات ونديهم تسهيلات ائتمانيه عشان يقفوا على رجليهم، لان خلينا نبقى صراحه مع بعض، 2000 3000 سايح مش هيوقف 2500 شركه. صحيح، مظبوط. في ناس عندها التزامات طبعا رهيبه جدا لا في تتخيل، شركات في انا شركات اعتقد اوريدي قفلت الشهر اللي قفلت. فات، وفي شركات هتقفل الشهر الجاي، وفي اتعمل شركات احصائية باللي قفل ده ولا ما اتعملش؟ ما هو هيعمل ايه؟ هو لا عمل طلب يعني انا منه قصدي في ارقام شركات لا بقينا طبعا، نقول يعني نقدر هي نقول كام هو في اصل المية. هو بيقفل، يعني هو ما بيقفلش بشكل رسمي، يعني هو بيقول للموظفين ثانك يو سو ماتش، اقعدوا في البيت اجازه عمل شهرين ستوب كده يعني. ثلاث شهور، انا اضمن لكم ان انتوا ترجعوا شغل تاني، ولكن انا عندي دخل صفري. فالنهارده لازم نعمل مهم جدا، ان احنا يعني لما يكون شركه مثلا النقل عندها مسطول من السيارات وتروح تجدد الاسطول ده او تجدد ترخيص الاسطول، يقولوا لا يطلب انت منها عليك مبالغ تامينات كبيرة. 200 الف جنيه لازم تروح تدفع التامينات. طب انت ما فيش حد عنده حاسس ان في ازمه والعالم في ازمه وان ما فيش دخل بقالي اكتر من 3 4 شهور، هل ده يصح؟ لا طب هل ده يصح ان انا ما اقول هدي تسهيلات بنكيه للشركات علشان توقف نفسها وتدي قروض وبقرض 8% او 5% واروح للبنك والبنك يقول لي لا قطاع السياحه ده من قطاع كثير المخاطر وده من ما الحاجات اقدرش المرفوضة عنه، اضمنه. ما اقدرش اديك. طب فين بقى التسهيلات الائتمانية؟ فين انت حاسس بيا كقطاع ان انا هل هو مجرد بس خبر في الجرايد بتقول انا هدي تسهيلات؟ يعني مثلا مسافات. لما حد قال احنا باقتصاد ان احنا بس نعمل، هي مشكلة البنوك ان هم، وانا اتكلمت مع حد في الخصوص ده قال لك البنك ما اقدرش انفذ ما هو الفكرة وزارة اللي اتحطت المالية كخبر يا فندم، الا وزارة ما يجي المالية، ورق بقى زي بص يا ايه، فندم، وده عايز قانون وتغيير وزارة قانون وهكذا. المالية، وزارة المالية والبنك المركزي مشكورين مشكورين، ناس ممتازة جدا طلعوا المبادرة ومحترمين، دي. هخصصوا 3 مليار جنيه. 3 مليار جنيه دي عبارة عن ايه؟ عن حد ائتماني او ائتمانان ائتمان للبنوك، ان اي حد هيدي قرض احنا نضمنه، احنا نضمن هذا الشخص، احنا كويس نضمن قوي. هذا الكيان، لكن جه البنك لان ما في نفذ. 3 مليار محطوطين. فلا البنوك بقى بتخاف. اخذت القرار وفسرته على، يعني النهارده اخر تفسير للقرار 85% من القرض يذهب للعاملين لرواتب العاملين، و15% يذهب للشركات. هو هل الشركات كانت 85% من دخلها كان بيروح للعاملين؟ هل الشركه ولا بيروح للضرائب وبيروح للتامينات وبيروح للتجديدات والتراخيص والايجارات امال مين اللي طلع يعني؟ امال مين اللي هيدفع الكلام ده؟ المفروض اللي يطلع قرار ده مين؟ فانت لانه اللي هيقول لا انا قصدي ايه يعني، حد زي ما حضرتك عارف الشركات بتطلع خلينا ايه بقى فين وعلى اساسها بطلع قرار. شوفي، لكن 85% ده رقم ممكن يكون مبالغ. 85% يروح لرواتب العاملين. طب وهو شركه ازاي كيان يستمر اذا كان مش 85% من، منطقي يعني يعني. انا باخد قرض بمليون جنيه، 850 الف جنيه من هذا القرض يروح لرواتب العاملين، 15 و150 ممكن الف جنيه يروح للشركه. طب انا ازاي اتوقع شركه تكمل. تستمر من هنا لغايه اخر السنه ب150 الف جنيه؟ ما ينفعش، صح؟ طيب انا هسيبك ترتاح اتفضل شويه وهنطلع الفاصل ونرجع نكمل عن التسويق السياحي في قطر.